في المحاضرة اللي فاتت أخذنا عبارة عن الـ Operation of Data. قلنا الـ Data عشان يشتغل في عندي 3 Region أو 3 States. الحالة الأولى هي Equilibrium، الحالة الثانية Reverse Parasitic، والحالة الثالثة Forward. واستنتجنا المعادلة العامة للتربم اللي هي الثلاث حالات، وقلنا الـ Data عشان يشتغل لازم بيشتغل في حالة Forward. وقلنا انه الحل العام او المعادلة بتاعت الديود انه اي دي تساوي اي اس اكسبوننشال بي دي على بي دي، هذا في حالة الفورورد. وقلنا من المعادلة هذه ممكن انا استنتج قيمة فارق الجهد المطبق على الديود انه بي دي تساوي بي دي لين اي دي على اي اس. وقلنا اعتقد اخذنا مثال كيف انا بستخدمه، وقلنا المثال هذا عشان احله صح مضبوط. لذلك قلنا عشان فكروا في كيفيه تبسيط المعادله هذه، والمعادله هذه معادله اكسبوننشال، فقلنا له الاكسبوننشال بدك عشان تحل بدك تحاول كثير لما تصل للحل منه. لذلك المحاضره هذه هنتكلم عن عمليه السمبليفيكيشن اوف الداتا، بمعنى المودل اوف الداتا. في عندي عده مودلز اوف الداتا، هناخد اليوم محاضره هذه عباره عن فولتج كونستنت مودل والايديال مودل. قبل ما ندخل في المحاضره هذه بدنا نعمل عمليه ريفريشنج للمعلومات اللي عندنا. اوكي، اخذت بدوائر واحد انونوم. اوكي، ناخذ بعض ايش الاوبزرفيشن اللي هتمد عليها المحاضره هذه. عندي الملاحظه الاولى، لو كانت عندي دائره بالشكل التالي، دائره تتكون من مصدر تيار ومصدر جهد، فانا بقول هنا في اكس، عندي هنا المقاومه وعندي هنا التيار المقاومه اي اكس. المطلوب مني بدي ارسم العلاقه بين اي اكس تساوي فانكشن بالنسبه لفي اكس. حسب ما بعرف هذا عباره عن قانون اوم. اوكي، قانون اوم بيقول لي هذا انه التيار اي اكس تساوي في اكس على ار. لذلك لو رسمنا العلاقه هذه هتكون بالشكل التالي، هذا عباره عن في اكس، عندي هنا اي اكس، هاي عبارة عن معادلة خط مستقيم للسلوب بتاعه يساوي R يساوي واحد على واحد. هاي عبارة عن السلوب بتاعه واحد على R. طيب الآن بدنا ندرس هذا الكيرف بالتفصيل. إذا كانت عندي R واحد، لو حطينا بدل R1 R2، ولكن R2 أكبر من R1، بعد ما تكون هنا R، هنا R1، إذا استبدلها بR2 ولكن R2 أكبر من R1، كيف حيكون ليش بالسلوب؟ هيك ولا هيك؟ لا لتحت. لذلك حيكون بالسلوب بالشكل. واضح؟ لذلك هنا ايش عملنا؟ increasing distance. طيب لو قلنا لو حطينا مدال R1 R3، حيكون R3 أصغر من R1، بيطلع فوق، إذا حيكون الكيرف بالشكل الكيرف هنا decreasing R. طب لو صغرنا R لما تصل لقيمة الصفر كيف الكيرف هتكون؟ هتصير اي انفينيتي. كيف الكيرف هيكون لو صغرنا لو قيمه ار هتكون صفر؟ عمود افقي صغرت مستقيم بالشكل. صح ولا لا؟ صح. اذا هذا عندما ار تساوي صفر، صح؟ صغرنا ما توصل للصفر. طيب هاي اول مراحل، ناخذ الى المراحل الثانيه. اذا اخذنا نفس الدائره وعطينا فيها مصدر جهد،
عندي هنا R وعندي هنا VX وعندي هنا VB. وبتكرر نفس الشيء بتحاول أرسم IX and function بالنسبة لـ VX. نكتب قانون أوم ونشوف. لاحظوا بالنسبة للتيار يا شباب، التيار فيش تيار نيجاتيف ولا فيه؟ فيش، دائما التيارات موجبة. لذلك انتوا خدتوا في الاوائل واحد انه ممكن تكون عندكم تيارات سالبة، حكيت اتجاهك اللي ما اخده خلاص، لذلك حتاخد. بمعنى ثاني فيش تيارات سالبة، تمام، معناته اتجاهك اللي انت بتكون ماخذه بتكون غلط، لذلك كل التيارات موجبة. واضح؟ لو الان اليوم مصانع اليوم اللي هي الكهرباء بقول لك ببيعك 10 امبير 15 امبير 30 امبير 100 امبير، بقول لكش ببيعك ناقص 2 امبير، ببيعكش ناقص 10 امبير. واضح؟ طيب لذلك لو افترضنا هي بعرف اتجاه التيار بالشكل هذا اي اكس، صح ولا لا؟ لذلك لو كتبنا المعادله تحت ليش؟ نعم، كيف ان التيار هتكون عندي سالب في اكس زائد R في IX زائد VB يساوي صفر، ومنه قيمة IX تساوي VX ناقص VB على R. لذلك عندي الدالة هذه أو المعادلة هذه عشان أنا أرسمها بدي آخذ عدة احتمالات. الاحتمال الأول واحد، إف VX أصغر من VB، القيمة هذه هتكون ايش؟ سالب. هل في عندي تيار سالب؟ لا، معناته IX يساوي صفر، فيش تيار. دائما يا في تيار يا فيش تيار، يعني تيار موجب ولا فيش تيار. معناته 2 وصفر، صح؟ طيب، فإذا كان يساوي؟ يطلع صفر. برضه صفر. الحالة الثانية، إف VX أكبر من VB، معناته في تيار، معناته IX هيكون موجب، صح؟ معناته IX هيكون أكبر من صفر، قيمته تساوي كام؟ VX ناقص VB على R. صار عندي X ناقص VB على R. الآن نرسم الكيرف هذا، لذلك هنا أنا عندي VX وعندي هنا IX. لذلك لاحظوا الآن في عندي كونديشن، قيمة VX هل أكبر أو أصغر، صح ولا لا؟ إذا كانت أكبر حيكون في تيار، إذا كانت أصغر حيكون فيش تيار، معناته قيمة الـ VB برضه جد بسموه الترانزيشن ليفل، يعني الحالة اللي بتفصل بين حالتين، إن في كهرباء ولا فيش كهرباء، في تيار او مش مفهوم. لذلك هنا حتكون بالشكل هذا، هذه في بي، هذا الترانزيشن ليفل. ايش الان بيصير لما يكون اكبر منه وايش بيصير لما يكون اصغر منه؟ واضح؟ لما يكون اصغر منه، لما يكون في بي اكسال في المنطقه هذه، حيكون ايش؟ حيكون ار اكس يساوي صفر، صح ولا لا؟ صح. لما يكون اكبر منه هيكون ار اكس اكبر، مظبوط؟ المنطقة هذه ار اكس هيكون اكبر من 6. لذلك لو نرسم الكيرف الان، اذا كان اصغر منه هيكون هيضل عباره عن خط مستقيم، صح؟ اذا كان اكبر منه هيكون عباره عن خط مستقيم، الستوب بتاعه يساوي 1 على 4. الآن نفس الشيء، هذه لو R هذه كبرت، لو R كبرت ايش حيصير عندي هنا؟ حينزل الستوب، حيصير بالشكل هذا، فور R increase. طب لو R زرت هيكون بالشكل R زرت، صح؟
فلو ار يساوي صفر برضه خدنا وين هو على البي بي هذا ده ار هاي الملاحظات حتساعدنا نفهم كل الشغل وين الملاحظات هذه. طيب الان يجي لك عمليه السمبليفيكيشن للدايود قلنا اول خطوه او اول موديل عباره عن الفولتج كونستانت مود. عند النقطة هذه سميناها المحاضرة الثانية VTH VTH صح؟ المحاضرة هذه بسميها BD0 هي هي BD0 هي عبارة عن البيت الأنلة وتنشي المحاضرة اللي فاتت. طيب الآن يا شباب الكيرف هذا عبارة عن كيرف ممكن أنا أستعيد محله الخط مستقيم للتبسيط بالشكل هذا ولا عشان عمليه السمبليفيكيشن معناته انا بسطت تركيب هذا اذا صار عندي الكيرف بالشكل هذا هيك معناته هذا الكيرف هذا بيتكون من ايش؟ من بطاريه بسؤال اللي اخذناه الكون عباره عن بطاريه وفي عندي مقاومه صح ولا لا؟ هنا في عندي مقاومه الضوء بتاعها واحد على الارض طب المقاومة إذا لجت صارت صفر إذا ليش حيصير الكيرف هذا؟ سير عمود عبيد لا صح ولا؟ واضح؟ لذلك هذا عبارة عن الكاركتريستيك كيرف الكاركتريستيك كيرف بتاع الموديل الأول عبارة عن فولتج كونستانت موديل بمعنى إذا كان فرق الجهد المطبق على الدايود أكبر من بي دي زيرو أصغر من بي دي زيرو في المنطقة هذه هيكون هنا بي إكس أصغر من بي دي زيرو صح ولا لا؟ هيكون بي إكس أوف لأنه هيكون التيار أي دي يساوي صفر صح ولا لا؟ زي ما كنا في الإكزامبل اللي تو بس بدل ما كان عندي الآن دايود بطارية عبارة عن دايود اوكي واضح هيك بمعنى ايش انا عملت انا يا شباب عملت هي عندي كان مقاوم بالشكل هذا وفي عندي دايود بالشكل هذا عندي هنا ار عندي هنا بي بي اكس عندي هنا اي اكس عندي هنا الجهد هذا بي دي زيرو افترض هذا بي دي زيرو هذا عبارة عن بطارية اللي شرحناه في الأول صح؟ اللي شرحناه في الأول كان هذا عبارة عن بطارية سميناها بي بي الآن بدي أرفعها وأحط محلها دايود وهذا عبارة عن الكاركترستيك تاع الدايود بمعنى حيكون في الدائرة هذه تيار إذا كان الجهد هذا أكبر من الجهد هذا صح ولا صح اللي هو هذا وإذا كان أصغر مش تيار ليش؟ لاني بعرف انا التيار هو عباره عن عنصر يسمح بمرور التيار في اتجاه واحد هو عباره عن اتجاه السهم اتجاه السهم شايفينه؟ ما يسمحش بعوده لذلك هنا في المنطقه هذه حيكون قيمه البي اكس اكبر من بي دي زيرو صح ولا لا؟ لذلك حيكون الدايود از اون شغال مش اوف اون هيكون ايش التيار اكبر من صفر صح ولا لا؟ التيار اكبر من صفر لذلك عندي هنا الدايود بالشكل هذا عندي هاي الدايود
تايوت، هيكون عندي مرور تيار بالشكل هذا، عندي الاي دي وعندي هنا في دي زيرو او في دي زيرو. الان عندي حالتين، الدايت شغال او مش شغال. اذا شغال معناته التيار المارفي اكبر من بين الزيرو، واذا مش شغال معناته التيار المارفي يساوي صفر. طيب بناء على الكيرف هذا إذا كان الدايود شغال حرفه وحط محله مصدر بطارية كمنها دي دي دي، واضح؟ معناته عندي حيكون الدايود عندي في حالة إحدى حالتين، إذا كانت أون التيار المارفي الدايود اكبر من صفر، معناته الدايود هذا بروح انا ارفعه من الدائره، برفعه واحط محله مصدر البطاريه قيمتها قيمتها زيرو. طيب إذا كان مش شغال أوف، معناته التيار يساوي صفر، معناته الشكل المكافئ للدايود في حالة الأوف عبارة عن أوبن سايد، لو التيار يساوي صفر مظبوط، لو التيار أي دي هنا يساوي صفر معناته أوف. لذلك مين تحدد لي هل الدايود شغال ولا مش شغال؟ التيار قيمة التيار. طيب مين اللي بتحكم في قيمة التيار؟ الجهد المقاومة. هو ليش؟ الجهد المقاومة. طيب ناخذ مثال اكزامبل. دكتور لما بالنسبة للكيرف هذا ايش بيستفيد منه؟ انا بقول لك بس عشان ما هي نفس الشيء في المنطقة هذه، هيكون الدايود شغال حرفة وحط محله شغل البطارية كمان تبي بيزي راي شرح كمان في المنطقة هذه حرفة وحط محله دكتور هل جيت قيمة الـ VTH حسب نوع المادة المصنع فيها الدايود؟ اه الـ VTH هي حسب نوع السيليكون دكتور، المادة المستخدمة في السيليكون دكتور، إذا كان سيليكون أو جرماني. إذا كان سيليكون من 700 إلى 800 ملي فولت، وإذا كان جرماني من 300 إلى 400 ملي. لذلك هذه القيمة لو في الأرقام تعطى لك. واضح؟ الأرقام تعطى لك. طيب ناخذ مثال بتاع المحاضرة اللي فاتت ونحاول نحل. هل هنشوف له حل ولا لا؟ وفي المحاضرة اللي فاتت استخدمنا الدائرة هذه. طيب المطلوب مني sketch ix and function بالنسبة لـ x، بدي أوجد أو بدي أرسم العلاقة التي تربط تغيير المارف الدايود في الجهد الدائرة. عشان احل مسائل زي هذه في عندي بروسيجر لازم ايش اتعلمها. الخطوه الاولى اوكي بدي اشوف هل الدايود فورورد ولا لا. لو قلنا الدايود عشان يشتغل ومر التيار لازم يكون في حاله فورورد. في المحاضره اللي فاتت حكينا كيف عمليه الفورورد معناته الطرف الموجب للبطاريه مع الطرف الموجب والطرف السالب مع السالب. هذا فورورد اثنين. طب هل شغال ولا مش شغال؟ انا طبقت عليه جهد موجب، هل الجهد اللي انا طبقته حيشغل الدايود ولا
اوكي. عشان يشغل الدايود معناته قيمه التيار في الدائره يكون لازم يكون اكبر من صفر، من زيرو. اذا اكبر من زيرو معناته انا الدايود شغال. اذا كان لا يساوي، اذا كان اصغر او يساوي صفر معناته مش شغال. واضح؟ لذلك عندي هنا بروسيجر لاي سؤال يمر عليكم. اوكي، السؤال عندي اول طلبه ستيب واحد بتشوف تيست اف دايود از فورورد. المرحلة اللي نشوف هل الدايود فورورد ولا هذا مين بحدد لي اياه؟ طبيعة وصل المصادر في اطراف الدايود. الان بدي امشي هنا، هاي نيجي على الاطراف البطارية مو جمعنا، مو جمعنا، مو مجرد المقاومة باخذها شوية الاعتبار متصل معنا. معنا الدايود از فورورد. اثنين، ستيب اثنين، هل الدايود شغال ولا مش شغال؟ لحتى الان مش عارف، لحتى الان مش عارف، مش عارف. لذلك انا من عندي الان بدي افترض انه شغال. افتراض، بدي افترض انه شغال وارفعه واحط الشكل المكافئ، بعدين اقيس التيار. إذا كان التيار موجب معناته شغال، إذا كان التيار سالب أو لا أو يساوي صفر معناته مش شغال. واضح؟ لذلك عندي أسيوم دايود إز أون، لذلك أنا ريبليس ريبليسينج دايود ويذ إتس إيكوفلنت سيرفيس. يعني بالموديل كامل طالما انه شركات بتدفع وحط ايش الشكل المكافئ بتاعه. الشكل المكافئ بتاعه عندها عباره عن مصدر شرعي بطاريه قيمتها في دي زيرو، في دي زيرو. الخطوه اللي بعدها اوكي كالكوليت اي، احسب قيمه التيار. هيكون عندي حالتين، ممكن يكون هذا اف اي اكبر من صفر معناته الدايود از اون. اذا كان اف اي اصغر او تساوي صفر معناته الدايود از اوف. هذه عباره عن الخطوات العامه لحل اي مسائل دي ضخمه صغيره بدل لي شكلها بهذا عباره عن الحل العام لاي سؤال. طيب اعطيني الكلام هذا. الخطوه الاولى يا شباب دايود از فورورد ولا؟ فورورد. استفدنا. الخطوه الثانيه. بلى. الخطوه الثانيه اذا افترضت اسيوم دايود از اون. ناخذ الضربه واحط محله الشكل المكعب. لاحظوا يا شباب بعرف انا اتجاه التيار، بعرف اتجاه التيار مع السهم. واضح؟ لذلك حيكون عندي بالشكل هذا هيك هيك التيار، معناته هذا التيار. تمام. واضح؟ هذا حيكون بي دي زيرو. عندي هنا ار وعندي هنا بي وعندي هنا ار اكس. حتى الكو خلينا هذه بدايه المحاضره. معقولنا؟ لذلك حيكون عندي اي اكس تساوي بي اكس مع بي دي زيرو على ار. صح ولا لا؟ الان اف اف بي اكس اصغر او تساوي بي دي زيرو حيكون اوف. اذا كانت تساوي معناته قيمه هذه صفر. صح ولا لا؟ معناته التيار يساوي صفر. إذا كانت أصغر حيكون تيار سالب، ما فيش تيار سالب. لذلك حيكون عندي تيار إز أوف. معناته التيار أي يساوي زيرو. أي إكس يساوي صفر، صح؟ الحالة الثانية إف بي إكس أكبر من بي دي زيرو.
هتكون معناته القيمة هذه هتكون منجمة صح ولا لا؟ يعني اون معناته ذلك اس اون اس اون معناته اي اكس اكبر من صفر ويساوي القيمة صح؟ لا ممكن اقسم الكيرف ولا نفس الكيرف هي حالة واحدة إذا حنكون من الشكل التالي عندي زي اكس عندي هنا ار اكس لذلك الترانزيشن ليفل هو عبارة عن ايش؟ هنا ايش؟ في دي في دي زيرو صح ولا لا؟ في دي زيرو هذا الفاصل ايش بصير لما يكون في اكس اكبر منه ولا ايش بصير لما في اكس اصغر منه؟ اذا كانت هذه في اكس اكبر من هذه ما يكون شفاف معناته المعادلة تاعتك هتكون ايه؟ هي عبارة عن معادلة خط مار مار بالنقطة هذه والميل تاعه عبارة عن واحد على اربعة طب إذا كان أصغر هذا عبارة عن كاركتيرستيك لو كان أكثر من ذلك نفس الخطوة لو كان مين ذلك من نفس اللي نشوف تيست اناليتيك من فور اوردر واضح كلام احيانا في بعض الدوائر تقدر تشوف فيها فور وورد ولا ريفرس لذلك لو تنتقل الخطوة الثانية مضبوط لذلك هتنتقل للخطوة الثانية الخطوة الثانية اصلا موجودة في الخطوة الثانية في اكس تكون اقل من زيرو مستحيل؟ اقل كيف؟ زيرو ليش مستحيل؟ معناته كيف هيصير؟ لا نوعها الاي اكس كيف هيبدا من وين؟ من الزيرو الاوريجن صح ولا لا؟ هذا عبارة عن النوع الموديل الايديال الموديل الثاني للديف عبارة عن ايديال بمعنى إذا كان الديف شغال ايش هحط محله؟ شورت سيركت واللي كان مش شغال حط محله اوبن سيركت هذا عباره عن الموديل الثاني فين؟ جميل فين؟ الايديال دايركت الكاركترستيك تاع الايديال دايركت يا شباب عباره عن التيار بالشكل هذا بدل ما كانت في تي هنا في تي هنا اذا ما في تي هنا وين تكون؟ هذا طبعا كاركترستيك ممكن اكتب الملاحظات عليها بمعنى اذا كانت اف بي اكس اكبر من صفر مضبوط معناته دايركت اس اون صح ولا لا؟ كان في المنطقة هذه معناته أربع دايرز وحط محله شورت سيركت طب هتكون قيمة الـ V دي زيرو كام تساوي كام؟ زيرو طب إذا كان أقل F V X أصغر من صفر أوكي إذا D is off لذلك هتكون open طب هل بي دي سي يساوي صفر؟ لا حسب المبدأ تحسب الحساب حسب كي في ال كيف اقول قانون هو او كي في ال كيف شركة بطيء واضح؟ طيب اذا فهمنا الكلام هذا اذا نعيد نفس السؤال ممكن تعيدوه لحالكم هنا؟
باعتبار انه الدايت از هاي يعني ريبيت سيف اكسرسايز. هذا المهم تطبيق على موضوع بروتين اكسرسايز اثنين او اكزامبل اثنين ريبيت درو اي اكس تساوي اف باي اكس اف دايت از هاي نفس الحال اللي احنا كله ولكن بدل ما يعمل عمليه الكير للسلوب بدل ما يبدا من عند بي دي سي يروح للسلوب يبقى هيك خطيه هيكون بالشكل ده. اللي فهم الكلام هذا طب ناخذ المثال هذا نحاول في المثال هذا هيكون عندي اي اكس ايش يساوي؟ بي اكس على
تساوي دي اكس على ار، هيكون دي ار تساوي زيرو. لا دي اكس مع ار جهد في اكس ناقص جهد المقاوم. الآن نيجي نرسم اي اكس زائد بي اكس، عندنا بي اكس على اي اكس، هنرسم بي اكس عندي هنا بي اكس، عندي هنا الحالة الأولى عندنا إذا كانت أصغر معناتها في المنطقة هذه، لذلك اي اكس هيكون صفر، هيكون عندنا أكبر هيكون في الحالة صح؟ هيكون عندي هنا واحد على ار، هذا بالنسبه للتيار. بالنسبه لهنا هيكون اذا كان اصغر هيكون عباره عن خط مستقيم صح؟ السلوب بتاع واحد، لا المنطقه هذه اذا كان اكبر هيكون صفر. وراح تبدا الخط كبير ولا اذا كان اصغر واحد اذا كان اصغر هيكون دي او تساوي بيريس في المنطقه هذه، إذا كان أكبر هيكون صفر. فبث الميل إيش هو هنا؟ طور الميل واحد. هاي المعادلة، هاي المعادلة. طيب إذا فهمتوا حطوا لنا بطارية هنا. في الحالة الأولانية يعني مش ايدي بيكون الحالة الأولى شنو غير البطارية الآن؟ الآن عندك تقدر من السؤال هذا تكون 8 أو 9 أو 10 مسألة. الحالة الأولى ممكن تحط بطارية هنا موجبة أو سالبة، هاي سؤالي. الحالة الثانية ممكن هذا تعكسه وتحط بطارية سالبة وموجبة، هي عندك تقريبا 6 7 مسألة نفس السؤال. الدكتور أخذ الواجب وين؟ نفس الواجب في آخر الشطر.